بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم سنكمل دروس الزخرفة التي بدأنا فيها سابقا، واليوم سنتعلم زخرفة قريبة من التي تعلمناها في الدرس السابق. سيكون لدينا هذا الشكل، هو تقريبا نفس الشكل الأول الذي رسمناه في الدرس السابق، لكن سيكون عبارة عن منحنيين فوق بعضهم تماما. الدرس الآخر سيكون أيضا بنفس الطريقة، لكن زخرفة أو تجديل ثلاثي، ثلاث خطوط رئيسية. والشكل الآخر سيكون على يعني تقريبا شكل ورقة ملفوفة أو ساقطة من الأعلى، أو جذيلة واحدة دعونا نسميها. إذن لنبدأ الدرس. في البداية سنحتاج إلى فرشاة صغيرة كالعادة، طبعا مستند مربع. نذهب إلى أمر أكشن ثم Drawing Guide، نفعل أمر Drawing Guide ثم Edit Drawing Guide. سأقوم باختيار 100، عرض 100 للشبكة، ثم أقوم بتفعيل Assisted Drawing ثم أضغط Done. الآن سأقوم برسم خط مستقيم، أترك مربعين وأرسم خط مستقيم آخر، وأترك مربعين وأرسم خط مستقيم ثالث. سأقوم بنسخ هذه الطبقة وأزيحها إلى الأسفل بمقدار مربعين. الآن أقوم بنسخها، دمجها مع الأسفل، ثم نسخها مرة أخرى ونقلها إلى الأسفل مقدار مربعين. الآن أيضا مرة أخيرة أنسخها إلى الأسفل وأوزعها بمقدار مربعين تماما. الآن طريقة التوصيل. أولا سأقوم بدمج الطبقات مع بعضها، ثم أزيل أمر Drawing Assist. طريقة التوصيل بسيطة جدا، أول وسط مع ثاني يسار، يمين في الأعلى مع الوسط في الأسفل. الآن الطريقة السابقة كانت باستمرار على نفس النهج بهذا الشكل. هنا عدنا إلى التصميم السابق. الآن لا، سنقوم بالاستمرار بجهة معكوسة عن الطبقة أو الجهة في الأعلى. سأكمل بهذا الشكل ثم أعكسها في الأسفل. هنا انقطع الرسم، سأعيدها. بهذا الشكل. الآن سأقوم كما المرة السابقة بالوصل إلى تقاطع، لكن سأرجع إلى الخط ومن الجهة الأخرى بنفس الطريقة. تلاحظون إذن على نفس الخط وبجهة معكوسة، ثم أقوم بغلق المنحني من الأسفل ثم الأعلى. الآن سأقوم بضغط Transform ثم Uniform ثم Fit to Canvas. الآن أصبح الرسم على حجم الصفحة.
سأقوم بتفعيل أمر ريفرنس ثم طبقة جديدة في الأسفل وأقوم بتلوينها بهذا الشكل ولون آخر، بما أنه في الأسفل سيكون أغمق من اللون في الأعلى بهذا الشكل. الآن سأقوم بنسخ الطبقتين دوبليكيت في الأولى دوبليكيت للثانية، ثم أخذهم إلى مكان جديد إلى اليسار أو اليمين. الآن دوبليكيت دوبليكيت، ثم أخذها إلى مكان جديد في اليسار. الآن أعود إلى الأولى دوبليكيت دوبليكيت وأقوم برفع وضعها في الأسفل وأخذها إلى اليمين مرة أخرى دوبليكيت ثم دوبليكيت، وأختار الأولى والثانية وأضعها في الأسفل ثم إزاحتها إلى اليمين. سأقوم بالبداية بتلوين الخلفية طبقة جديدة في الأسفل، ثم أقوم بإلغاء أمر ريفرنس من إحدى الطبقات التي حددتها، ثم أعود إلى الطبقة التي في الأسفل وأقوم بوضع لون خفيف عليها أو حسب الحاجة. الآن سأقوم بقلب هذه الطبقة، لن تحتاج إلى قلب. الطبقة الثانية والثالثة سأقوم بقلبها يمين يسار، إذن flip horizontal. الثالثة سأتركها، والرابعة سأقوم بقلبها أيضا flip horizontal. عفوا هنا لم أختار اللون، فقط اخترت الـ outline بهذا الشكل. سأقوم بتغيير درجة اللون الأصفر في الأسفل من خلال أمر color، سأكون قريبا من الألوان التي استخدمتها. هذا الشكل. هذا هو الشكل الأول. الدرس اليوم نستطيع أن نستمر بوضع ظل في الأسفل لكل طبقة في الطبقات التي معتمة قليلا، لكن صراحة لست بحاجة لذلك الآن لأن الفكرة واضحة. الآن سنذهب إلى الشكل الثاني، وهو يعني بنفس الطريقة لكن ستكون ثلاثية. نقوم بعمل مستند جديد ثم سكوير مربع، ونقوم برسم كما في الطريقة السابقة، ولكن هذه المرة سنقوم برسم أربع خطوط. سنختار لون خفيف، عفوا لون أسود، ثم نذهب إلى أكشن إديت دروينج ثم دروينج جايد ثم إديت دروينج جايد، ثم نقوم بوضعها بحوالي 100 فقط 100 بيكسل، ثم نقوم بتفعيل assisted drawing ثم نضغط من الأعلى. الآن الخط الأول سيكون في هذا المكان. سأقوم بتصغير الفرشاة قليلا، سأقوم برسم بهذا المكان، الثاني الثالث والرابع. إذا لدي الآن أربع خطوط بدل الثلاثة التي كنت أرسمها في الدرس هذا في بداية هذا الدرس والدرس السابق. سأقوم بعمل دوبليكيت وإزاحتها للأسفل بمقدار مربع واحد. أدمج الطبقتين دوبليكيت ثم إلى الأسفل بمقدار مربع واحد. الآن أيضا مرة أخرى ميرج داون ثم دوبليكيت وأنقلها إلى الطبقة أو إلى عفوا التقاطعات التي في الأسفل بترك مربع واحد فقط.
سأقوم بعملية نسخ أخيرة دابليكيت ثم أنقلها إلى الأسفل. كما نلاحظ الآن عندي هذا الشكل، سأقوم بعملية دمج لكل الطبقات ثم أزيل أمر Drawing Assist. الآن سأقوم بالتوصيل بالشكل التالي. من الأعلى، المهم الترتيب من اليسار، من اليمين، من اليسار إلى اليمين. أعلى 2 مع أسفل 1، أعلى 3 مع أسفل 2، وأعلى 4 مع أسفل 3. نفس العملية نعيدها في الأسفل. إذن ثاني فوق مع أول أسفل، ثالث فوق مع ثاني أسفل، ورابع فوق مع ثالث أسفل. اثنان مع واحد، ثلاثة مع اثنان، وأربعة مع ثلاثة. نستمر حتى أنهى جميع الخطوط الموجودة. قد تكون من السهل أن نرسم أول خط مع خطوطه ثم نقوم بعمل دوبليكيت. نعم هذا صحيح، لكن قد يحدث خطأ بسيط، سيكون الخطأ هذا مضاعفا جدا في الأسفل كما سترون الآن. هنا في الأسفل بعض الخطوط خرجت تماما عن تقاطع، مثل هذا الخط خرج قليلا، هذا مثلا خرج كثيرا عن التقاطع. في الطريقة التي ذكرتها، وهي عملية أن رسم الخطوط الأول كاملا بالخطوط المائلة معه ثم نسخه، هذا سيولد خطأ في الأسفل. لكن الدقة، إذا كانت الدقة قوية، يعني كان الشخص الذي يرسم دقيقا بشكل كافي، لن يحدث هذا الخطأ. أنا بصراحة أحاول أن أكون سريع، لا أنتبه للدقة دائما، لأني أحاول أن أوصل الفكرة فقط من خلال الدرس. ويعني بالمناسبة، يعني أنا فعلا يعني وقتي مشغول كثيرا، لكن أحببت أن أفيد الجميع بهذه الدروس. الآن سنقوم بإغلاق المنطقة في الأعلى. بهذا الشكل أظن أني عملت عملية تراجع في الأسفل، لم تتم. لا، كله تمام. إذن الآن سنغلق هذا الجزء بهذا الشكل، وهذا الجزء بهذا الشكل. هو متجه باتجاه التقاطع، لكن سنكمله فقط عند الخط، أو سننهي فقط عند هذا الخط. بنفس الطريقة نكمل بقية الخطوط. حتى إن حدث بعض الأخطاء، يعني عادي، الموضوع قابل للتصحيح. نلاحظ أن حتى الآن الموضوع يعني إن شاء الله سهل، لأنه عبارة عن خطوط فقط، لم نقم برسم شيء معقد. إذن باقي قليل. أذكركم أن يعني هذه طريقة التجديل يعني البسيطة، هناك طريقة معقدة أكثر لكن تحتاج إلى درس مستقل، سنقوم بشرحها إن شاء الله لاحقا. بالمناسبة أنا أظن أن بعض الناس يعني الذين يتابعوني ربما ملوا من الزخرفة،
لذلك في الدرس القادم سيكون إن شاء الله شيء مختلف قليلا عن الزخرفة، فسنخرج من هذا الإطار ونعود إليه في وقت آخر في دروس قادمة. إذن هذا هو الشكل الذي حصلت عليه. سأقوم بضغط ترانسفورم، سأقوم يدويا بإزاحته إلى أبعد نقطة باتجاه اليسار مع الحفاظ على كافة الشكل، وإن كان هناك في الأسفل لم يغلق سأقوم بإغلاقه بهذا الشكل. الآن على هذه الطبقة أقوم بتفعيل أمر ريفرنس، أقوم بعمل طبقة جديدة ثم أقوم بتلوينها بثلاثة ألوان مختلفة. دعونا نختار نفس الدرجة، سأختار مثلا اللون الأزرق الفاتح، وسأقوم بتلوين الجزء الأكبر منه الأول، أترك اثنين وألون الثالث، ثم أترك اثنين وألون الثالث. الآن هذا اللون خرج، أقوم باستعمال القلم وأتجه باتجاه اليسار، أترك اثنين وأعبئ الثالث وهكذا. الآن سأختار لون أغمق، سألون فيه الأول، عفوا الثاني والخامس وهكذا. هو اللون أو الجزء، هو اللون الجزء قبل الأزرق الفاتح الذي ملأناه قبل قليل. سأقوم بتغميق اللون قليلا وأبدأ من الأسفل الجزء الأخير والجزء الفارغ بين اللونين. بهذا الشكل سأضع الآن طبقة جديدة، ثم أقوم بإلغاء أمر الريفرنس من الطبقة الأولى وأذهب إلى الطبقة الجديدة وأقوم بتلوينها بلون مغاير مؤقتا. سأختار الطبقة الأولى دوبليكيت والطبقة الثانية دوبليكيت. من الأفضل، سأقوم بحذف هذه الطبقتين، من الأفضل جمع الطبقتين هذه في جروب من الأعلى. هناك عدد الطبقة الأولى ومسح الطبقة الثانية اليمين، يظهر أمر جروب من الأعلى، هذا نيو جروب. سأقوم بأمر دوبليكيت، إذا ضاعف لي الطبقة كاملة بمحتوياتها. سأقوم بنقلها إلى مكان جديد ثم أذهب إلى الطبقة التي فيها اللون وأقوم بعمل هيو وباتجاه اليسار قليلا. الآن أختار الطبقة من جديد إلى اليسار دوبليكيت وأذهب بها إلى اليمين، ثم أختار الطبقة التي فيها اللون ثم أمر هيو بهذا الشكل. الآن أختار الجروب دوبليكيت ثم أختار أمر ترانسفورم ثم إلى اليمين، سأختار طبقة اللون هيو لون جديد، سأختار أيضا الجروب دوبليكيت مكان جديد هيو للطبقة التي فيها اللون واتجه باتجاه اليسار قليلا. سأقوم مؤقتا فقط أو سأقوم بإلغاء دروين جايد نهائيا لأني لم أعد بحاجة إليها. نعود إلى الطبقة دوبليكيت ترانسفورم إلى مكان آخر، ثم أختار أمر هيو للطبقة التي فيها اللون وأذهب باتجاه اليسار. الآن وللمرة الأخيرة ضعف الطبقة دوبليكيت ثم أنقلها إلى مكان جديد، ثم أقوم بتفعيل أمر أختار الطبقة التي فيها اللون ثم أختار أمر هيو ليعود إلى تقريبا اللون الأول. بهذا يكون الشكل الثاني من هذا الدرس قد انتهى. كما تلاحظون يعني الشكل أصبح جميلا
وأظن أنه سهل التنفيذ. الآن ننتقل إلى الشكل الثالث. سأقوم بالخروج من هذا الرسم ثم أقوم بإضافة شكل جديد من زر زائد في الزاوية اليمنى ثم سكوير كالعادة. سأختار اللون الأسود ثم أختار فرشاة ضعيفة ثم أذهب إلى Drawing Guide، أفعل Drawing Guide ثم أقوم باختيار أمر Edit Drawing Guide ثم أكتب 100 ميكس بيكسل لأرض Drawing Line ثم أقوم بتفعيل Assisted Drawing ثم Done. هنا سأرسم بشكل واحد فقط وهو شكل الريبونة التي ربما إذا سقطت من الأعلى ستقوم بالالتفاف بطريقة دائرية. إذا الشكل ربما شرحي يعني للشكل يعني غير مفهوم تماما، سنلاحظ ذلك في الرسم الآن. سأقوم أولا برسم خط، طبعا الدروينج جايد الآن فعال. سأقوم برسم خط من الأعلى بهذا المكان ثم أترك خطين وأرسم في المربع الثالث بهذا المكان. دعونا نرسم في المربع الثاني. إذن 1 2 3 وأرسم وعموديا 1 2 ثم أرسم. سأقوم الآن بوصل هذه الخطين مع بعض، أقوم بإلغاء Drawing Assist ثم أقوم بوصل الخطين مع بعضها البعض من الزاوية بهذا الشكل المنحني. سأقوم للدقة، سأقوم بعملية أخرى، سأقوم بعمل طبقة جديدة ثم أقوم برسم هذا المنحني على هذه الطبقة ثم سأقوم بعمل دبليكيت وأسحبه للأسفل ليكون مطابقا تماما للشكل الذي في الأعلى بهذا الشكل. الآن سأدمج الطبقات مع بعضها لأحصل على هذا الشكل. هذا الشكل سأقوم بعمل دبليكيت ثم أضعه في هذا المكان، أترك فراغين. من نهاية الرسم سيكون هناك فراغ واحد فقط، ومن بداية الرسم سيكون 1 2 3 4 ثم أضعه. أقوم الآن بدمجه دبليكيت ثم إلى الأسفل. الآن أضعه في هذا المكان. في هذا المكان بالضبط. الآن دبليكيت وفي هذا المكان. الجزء الأخير في الأسفل لن أحتاج إليه، لذلك سأقوم بمسحه أو سأبقيه لأقوم بالرسم عليه. الآن أدمج الطبقات هذه مع بعض وأقوم بعمل طبقة جديدة في الأسفل وأقوم بالتالي. من النقطة هذه سأقوم بهذا الشكل بهذا الشكل بالضبط، ومن هذه النقطة سأقوم بشكل معاكس قدر الإمكان بهذا الشكل. ربما عليه تكبيره قليلا
يكون واقع أكثر. سأقوم بنسخه تابليكيت مع نقله إلى المكان الصحيح. إن كان هناك بعض الفراغات يجب ملؤها. الآن دمج طبقتين تابليكيت ثم وضعها في المكان الصحيح. مع ملء الفراغات التي تظهر سأقوم أيضا بنسخه مرة ثالثة وأضعه في المكان الصحيح. الآن الشكل الذي في الأعلى سأقوم بحذف هذا الجزء منه وأقوم بدمج الطبقات جميعها مع بعض، ثم أقوم بتكملة هذا الجزء للأسفل هكذا. نلاحظ أنه أصبح لدي الآن هذا الشكل. إذا أحببت أن أقوم بهذا هذه الحركة أيضا لا مانع. الآن سأختار ألوان، طبعا سأقوم بعمل ريفرنس لهذه الطبقة، طبقة جديدة، ثم أختار وسأختار اللون الأحمر في هذه المرة وأقوم بملء الجزء الأعلى دائما باللون الأحمر. هذا خطأ لأني سأقوم بملئه بلون آخر ويفترض أنه يكون على طبقة جديدة، سيكون لون أغمق لأنه في الأسفل بهذا الشكل. الآن بما أني اخترت طبقتين لكل لون، أو عفوا طبقة لكل لون، سأقوم باختيار الطبقة الأولى كاملا select، ثم أذهب إلى طبقة جديدة واختار اللون الأسود وأقوم بتلوينها بالإير براشينج. طبعا الجزء المختار هو هذا الجزء، لذلك سأقوم بإير براشينج ثم أقوم بتعتيم الحدود. بهذا الشكل. الآن الجزء الأسفل سأقوم باختيار select وأعود إلى نفس الطبقة وأقوم بملئها مرة أخرى، لكن الآن بطريقة مائلة قليلا وخفيفة لأنه أصلا اللون غامق. هذه هي النتيجة. سأقوم بإلغاء أمر ريفرنس ثم إلغاء الشبكة الظاهرة لأحصل على هذا الشكل. ربما أحتاج إلى تخفيف اللون الأسود قليلا، سأضغط على Opacity ثم أقوم بتخفيفه قدر ما أحب. الآن هذا هو الشكل. سأضع خلفية طبقة جديدة ثم للأسفل ثم أضع خلفية مثلا هذا اللون. الآن سأدمج هذه الطبقات مع بعض لأحصل على سأدمج هذه الطبقات مع بعض فقط التي فيها الريبون وأترك الخلفية بشكل مستقل. هذه الطبقة لو نسختها دبليكيت ثم حركتها إلى هذا المكان مثلا مع تكبيرة قليلا ثم ملأتها باللون الأسود من أمر select ثم اختار اللون الأسود ثم fill. الآن هذه الطبقة سأنقلها للأسفل وأذهب إلى أمر adjustment ثم Gaussian blur وأقوم بعمل Gaussian blur، أحصل على ظل جميل. يمكن وضعه خلف الرسم بهذا الشكل. الآن على عجالة سأقوم بنسخ الريبون وأقوم بتدويرها وتكبيرها
حسب ما أحب. duplicates, rotates. سأحاول الحفاظ على الريبون الأصلي لأني قد أستعملها أو أحتاج أنا أستعملها. أيضا التلاعب بأماكن الطبقات مهم جدا. وأيضا يمكن تغيير لونها بسهولة كما تعلمنا سابقا. كما يمكن أيضا التلاعب بترانسفورم ثم وارب من الأمر الأخير ثم إزاحة جزء من الرسم بهذا الشكل. بحيث أحصل على هذا الشكل. هذا هو الشكل النهائي لدرس اليوم. ربما الخلفية سأقوم بتغميقها قليلا من أمر كيرف ثم أزيد الألوان ثم أقوم بعمل هيو مرة أخرى لاختيار لون جديد. فقط نقطة أخيرة حتى لا يكون في هنا اكتشاف الألوان. هذا الريبون سأقوم بتلوينها بلون آخر. نعم وذلك الآن حصلت على هذا الشكل. أنا الخلفية لست راضي عنها حتى هذه اللحظة. يعني ربما هذا الشكل أوكي. إذن هذا هو الشكل الثالث من درس اليوم. أتمنى أن يكون الدرس قد أعجبكم وأنتظر منكم التعليقات والمشاركة والتفاعل مع هذا الفيديو. لا مانع بنشر الفيديو. دعموني في اللايكات. فلندعو جميع المصممين الذين يستخدمون بروكرييت أو المبتدئين وليتابع هذه السلسلة. إذا كنت جديد في هذه القناة فهناك على الأقل 35 درس سابق لهذا الدرس. اعمل سبسكرايب وشوف ان شاء الله في دروس قادمة جميلة. كما ذكرت ايضا سيكون هناك درس جديد المرة القادمة. سيكون هناك درس مختلف قليلا لنخرج من اطار الزخرفة ثم نعود اليها لاحقا. هذا كل شيء لدرس اليوم. اتمنى ان يكون قد اعجبكم ونلتقي ان شاء الله في الدرس القادم والى اللقاء.